الحق وقتك، حلقات يكتبها أحمد عبد الفضيل. بطولة سيد زيان، وداد حمدي، جمال إسماعيل، آمال شريف، رأفت فهيم، ونادية فهمي. موسيقى منير الوسيمي. إخراج مجدي سليمان. ومن عندنا دي ما كتبتها من عندنا دي يا عم عبد المولى. افتح حلمك عليا شويه، انا مش لما افكر في اللي هقوله ده. افكر على ميلك، ما كانش جواب دي. اكتب يا سيدي. ومن عندنا. لا حول ولا قوه الا بالله. ما طيرش اللي في دماغي. اكتب. ومن عندنا الست ام جمال وابنه جمال وزوجها ابو جمال وجوز بنته جوز البت حسنيه اخت جمال بتهديك السلام. اخت جمال بتهديك السلام. والسلام ختام. ومن عندنا. ما قلنا والسلام ختام يا عم عبد المولى. معلش يا سيدي، اكتب ملحوظه يا اخي، ملحوظه، مش كل جوابات فيها ملاحيظ، ولا انا اللي بخترع ده يعني. طيب خلاص، ملحوظه. كتبت ملحوظه؟ ايوه. ومن عندنا. دي فلقتنا من عندنا دي. اكتب. ومن عندنا الواد نبوي حرام الجبنه والزيتون ابن ام نبوي. حرام الجبنه والزيتون ابن ابو نبوي. حرام الجبنه والزيتون ابن ابو نبوي. بيقول لك يا زهران وانت جاي مصر. بيقول لك يا زهران وانت جاي مصر. ايوه، وانت جاي مصر. وانت جاي مصر هات لنا معاك ابر بوابير احسن شحه في السوق. شحه في السوق. ايوه. السلام ختام. والسلام ختام. ممكن كمان ملحوظة سعد فندي. دي تاني. معلش، وحياة العيش والملح. ملحوظة. ملحوظة. كتبت ملحوظة. ومن عندنا. يا دي من عندنا دي. وانت ما تخرجش الكلام من دماغي. طيب خلاص. ومن عندنا شيخ الغفر عبد الصمد بيقول لك ما تنساش المروحة اللي قالك عليها أحسن يخرب بيت أبوك اللي هواني. اللي هواني. والسلام ختام. والسلام ختام. والدك المحترم عبمولة أبو العريف. ملحوظة أخرانية بقى. إيه؟ معلش. ومن عندنا. يا دي دهيه. عم زهران جال الجواب من مصر يا عم. ايوه والله يا زكي فندي، الجوابات دي بتخفف عن الواحد في الغربه. ها قايل لك ايه في الجواب الطويل العريض ده يا عم زهران؟ اهي كلها سلامات وطيبات. ايه؟ ثلاث صفحات سلامات وطيبات. ايه، ما انت عارف بقى عدت الفلاحين. لازم يبعتوا لي سلام الكفر كلها. وهترد على السلامات دي كلها ازاي يا زهران؟ ماني لازم ارد بارضك ولا انت عاوزهم يزعلوا مني؟ الا قول لي، هي البلد كلها بتقرا الجواب ولا ايه؟ ما هم اصلهم بيحبوني لجلني اول واحد يطلع من العلا ويتغرب. طيب يا سيدي، ربنا يحبب فيك خلقه. ها بتقول ايه يابا؟ بقول لك الواد زهران ابن عبد المولي باعت لابوه شيك على البنك ب5000 جنيه. ها وايه كمان؟ قول عشان تنقطني. قول. وبعت لابوه كمان بطانيتين وعلبتين بلويف. ها جت نانيله في حظنا الهباب. وبيقول له يا ستي انه موضب شقه وحاطط فيها الفيديون والتلاجه والتكييف. يا سلام، وما جوزتنيش واحد زي ده ليه؟ بدل ما انت مميل بختي. ايه، وانا هجوزك واحد زي ده ازاي بقى يا ست ابويا؟ وانا هتجوز مين يعني وازاي؟ سيبني كده زي قرد قطع وعمال تجيب لي في الاخبار اللي توجع القلب وقاعد تتفرج عليا. يا بنتي مش لما يجي عدا ليك. ولما هو هيجي ما جاش ليه لغايه دلوقتي؟
ما تجيبهوش انت ليه وتريحني؟ دي 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 يا بنت يا بنت ابعدي ايدك يا بنت على رقبتي يا بنت هتخنقيني. اوعى اوعى والنبي ماني سايباك الا لما تجوزني واحد عنده فيديو وتكييف فاهم؟ هخنقك واخنق نفسي. ده خابط يخرب مطنك. طب استهدي بالله استهدي استهدي بالله يا بنت استهدي بالله. قربي ودانك كده اما اقرا لك عديه ياسين يمكن تزيلي الهم من على قلبك. هاتي هاتي ودانك يا ست ابوها هاتي هاتي يا غلبانه هاتي. سمعاني يا نفسي؟ سمعك يابا. يعني سايبك قاعده مع عمتك ام زهران عشان ايه؟ عشان اخدمها واشيل بلاويها هي وجوزها جوز عمتي ابو زهران. مطلوب منك ايه يا بنت يا نفسي؟ اتمسكي يابا لحد ما تمكن. اتمسكي لحد ما تمكن. طب وتتمسكيني ازاي يا نفسي؟ اسمع كلام عمتي اللي زي السيل وطنش واسمع نكت جوز عمتي اللي اتعكنت واضحك. يا عيني عليك وتضحكي. قابط. طب قولي يا بيت إيه؟ وتتمكني ازاي بقى؟ قلبت في ديل جوز عمتي يابا عشان يجوزني زهران واسافر له واقعد معاه في شقته ام فوديون. ام فوديون عفارم عليك يا انفسه وعلى اللي جابوك. هم يا بيت هم على بيت عمتك يا بيت همني. خفي على البت شوية يا ام زهران احسن تطفش. دي بت اخويا يا اخويا وانا اضرب بيها يا عبد المولى. البت خدمانة بما يرضي الله ملهاش لازمة بقى الشتيمة في الرايحة والجاية. انا اصلي بمتحنها يا راجل. نعم يا اختي تمتحنيها ليه بقى؟ ايوه يا اخويا عشان اذا قدرت تستحمل اجوزها لزهران. وهو زهران قالك ان عايز يتجوز؟ مصير يقول هو يعني هيعيش بقيت عمره عزبانج ولا ايه؟ طب افرضي زهران عينه لايفة على واحدة تانية. زهران ابني يا اخوي وعينه من نفسها من زمان. اسألناني كده. طبعا هبعت له جواب بقى ألمح له على الجوازة دي واشوف رأيه ايه بالظبط. عين العقل يا عبد المولى. زهران يا عمتي. ايه ده وبيقول ايه في الجواب يا اختي؟ يا اختي وانا بنجم ولا بنجم؟ مش لما يجي ابويا عبد المولى ويفتحه ويستقرح. اسم الله. هو ابوك عبد المولى بيعرف يقرا ولا يكتب؟ اه حينادي على سعد افندي ولا حد من اللي بيعرفوا يستقروا له يستقروا له. اقول لك ايش يا عمتي، انا هروح لابويا عبد المولى عشان اعرف الجواب فيه ايه. يا بنت منك انت متصربعه على ايه يا اختي؟ بكره يتم المراد من رب العباد. هو زهران حيلاقي احسن منك فين يا نفس؟ بس اما بعد. ايوه سعد افندي استمخ كده وسمعني بس بالراحه. ايوه بس صب انت الشاي قبل كده يا عم عبد المولى. صب الشاي صب. يا عيني ليك. يلا يا سيدي اتفضل استقرا بقى. الله شاي عظمه. اما بعد ايوه فان الغربه يا ابويا مره. الغربه بس ما بس انت هتعيط ولا ايه يا راجل؟ ابعد اللي انت بعت قريب. كمل. عشان كده فكرت اكمل نص ديني بعد ما وضبت شقه هنا وحطيت فيها كل ما يلزم. يكمل نص دي
اهو ديه الكلام ولا بلاش. ايوه كده يا سلام، ردت فيا الروح يا راجل. وعشان كده نعم بقيت لك عشان تختار لي عروسه تكون حلوه ومربربه وحاجه كده من اللي تملى العين. كمل يا سعد افندي كمل، ابتدت تحلوك. ايوه كمل. بس وحياه ابوك يابا. ايوه بلاش البت نفيسه. نعم بتقول ايه؟ ايوه مكتوب كده. ايه وبلاش انت بتقرا في جواب تاني؟ ابدا. امال ايه اللي انت خرفت ولا ايه؟ بلاش البت نفيسه عشان البت نفيسه معقربه ولسانها زالف، واني يعني بيني وبينك وده سر ما تقولوش لحد، لا بحبه ولا بحب خالي اللي هو ابوه ولا اللي من ريحتهم. ايه ده كلام؟ ايه ده يا زهران؟ اخصع لك خسع. اكمل بقى يا ابو عبد المولي؟ ايوه كمل انت يا سعد افندي كمل. واني بشور عليك يابا تخطب لي بنت سعد افندي. سعد افندي يا خبر بنتني. ايوه كمل يا سعد افندي كمل. أنا برضو اتقال عليا الكلام ده؟ يو هو في ايه بس يا اخويا؟ حصل ايه؟ اسيب لك البنت عشان تخدمك وتخدم جوزك تقولوا عين الكلام ده؟ كلام ايه بس يا اخويا؟ انا بنت معقربه ولسانها زالف. يا ندمتي؟ ندمتك انت ولا ندمت انا؟ انا ابنك زهران بيكرهني ويكره كل اللي من ريحتي. يا نصبت يا اخويا، وعرفت منين الكلام ده؟ ايه من الجواب المسوجر السري اللي بعته ابنك زهران لابوه. ايه وعرفت منين بقى ان زهران بيقول عليك كده؟ عرفت منين؟ من اللي استقروا الجواب، من اللي شافوا الجواب. ايوه يا مفيده، وبقيت مضحكه للي يسوى واللي ما يسوى. ايه ده كده يا اخويا؟ امال وعلى راي المثل ما شتمك الا اللي بلغك. بنت يا نفيسه نفيسه. ايوه نعمين يا لما دوبك يا بنت، والبنت ده ما تخطوش انا ابدا. ايه هي دي اخره المعروف برضو؟ هو عاد في معروف قدامي يا بنت؟ عاجبك كده يا عبد المولي؟ ما قلتليش يا زهران نفيسه بنت خالك حلوه؟ حلوه ودمها زي العسل وبحبها من صغري. طب وابوك رد عليك ولا لسه؟ ابويا ما رد، لكن انا بعت له توكيل لاجل ما يحل محلي ويكتب لي الكتاب عليه ويبعتها لي على هنا حد. يا سيدي ربنا يتمم بخير. أيوة والله. اقول لك ايه، هي ما دام بنت خالك تبقى هتكون سطر وغطا ان شاء الله. امين يا رب. وقلت الكلام ده ازاي يا سعد افندي؟ دي ايه، امال اسيب جوازه زي دي تهرب من ايدي؟ ما انت عارف ان البنت سوقها واقف وحيفوتها القطر. اي أيوة والله حظها ماي. طب افرض بقى عبد المولي كشف الملعوب. وهيكشف الملعوب ازاي وده راجل امي لا بيقرا ولا بيكتب؟ مش يمكن حد يقرا له الجواب من تاني ويعرف ان ابنه طالب نفيسه مش طالب ايد بنتك؟ ماني خدت الجواب وقطعته. بس دي عامله سخه يا سعد افندي. يا اخويا عامله مهببه يا سعد افندي. دي المثل بيقول اخطب لبنتك قبل ما تخطب لابنك. الف حمد لله على السلامه يا امه. الف حمد لله على السلامه. الا مين اللي معاكي دي؟ مين اللي معاكي دي؟ مين اللي معايا دي؟ ايه دي عروستك يا زهران اللي انت طلبتها بنفسك. ايه عروسه نيجي؟ مش دي طلبك يا زهران يا ابني؟ هو انا كنت طلبت ايه بنت سعد افندي برضك؟ يا ندمتي؟ رجعت في كلامك ولا ايه يا زهران؟ انا قلت في الجواب عاوز نفيسه بنت خال. جواب؟ انه جواب يا واد؟ ده انا بعت لابويا الكلام ده في جواب مصادر وسر للغايه، وكلامي في الجواب واضح وكاتبه كمان بالخط الناس. ايه وهو ابوك بيعرف يقرا ولا يكتب يا زهران؟ حته شغلانه يا مراتي. لو تيجي بقى يبقى اتنجدنا من العذاب اللي احنا فيه ده. طب ما تجيش لي يا اخويا، هو اللي هيشتغلها احسن منك ولا احسن منك؟ مش احسن مني. طالبين يا ستي شهاده محو اميه. محو اميه؟ آه. ودي لازمتها ايه بقى؟ ولا تعقيد وسلام؟ لازم اللي يتعين يكون بيعرف يقرا ويكتب. هي دي بقى بس المشكله يعني يا بيومي؟ وهو في مشكله احد من دي؟
طب يا اخويا ما تتعلم وتاخد الشهاده اللي بتقول عليها دي. يعني اقول لها طر وتقول لي حلابه. ايوه هو ايه اصله ده بقى؟ انا لسه هتعلم يا وماله العلام يا راجل، هو وحش يا ست. ما انا على بال ما اتعلم واخد الشهاده تكون الشغلانه راحت والدنيا راحت يا بالخيبه. طب والعمل يا بيومي؟ العمل عمل ربنا. هتقعد لي كده زي قرد قطع من غير شغل يا بيومي؟ لا هتصرف واسكتي وسيبيني شوية عشان أفكر. وبعدين بقى في الإحراج ده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعدين معلش يا ناصف أفندي، الله يكرمك، دي خدمة العمر كله. الله، وانت ما تعلمتش ليه من زمان يا بني ادم؟ علامي بقى بعد العمر ده كله؟ ما خلاص، والعلام ماله ومال العمر يا بيومي؟ ان شاء الله يكون عندك 100 سنه يا اخي. الله، هو ده هو ده يمنع الواحد يتعلم ويتنور؟ يا عم ما انا اصل على بال ما ادخل بتاع نحو الاميه دي تكون الشغلانه طارت يا نصف افندي. قول لي كده بقى تكون الشغلانه طارت. طب وبعدين يا فالح؟ بعدين ما انت بقى الباش محضر وبتاع كله لا مؤاخذه يعني كده اهو احرجتني والله. طب بقى انت جاهز بقى من كله؟ يا سلام، جاهز اشر يا نصف افندي. اشر ايه يا راجل؟ دي حكايه صعبه قوي قوي ومحتاجه مصاريف يا بيومي. يا راجل اللي تامر بيه يا نصف افندي، انا رقبتي سداده. انا مش عايز رقبتك، انا عايز 100 اهيف، يعني 100 جنيه كل جنيه ينطح جنيه تحت الحساب، والباقي ده بعد ما يتم المراد من رب العباد يا اخويا. بعد ما يتم هي لسه فيها بعد؟ يا خبر ابيض، 100 ده ال 100 لوحدها تقطم الوسط. وبعدين بقى وبعدين؟ خلاص 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 يا نصف افندي، انا تحت امرك. ماليش دعوه يا بنت، ده ابوك اللي شاريهم لك. وايه يعني يا حبيبتي لما ياخد منهم غويشه يبيعها وياخد الشهاده؟ يا سلام، وهو عشان شاريهم لي يلهفهم مني؟ اختشى على دمك، المفروض انك تقفي جنب ابوك وقت الزنقه يا عيش. وابويا ما عملش حساب الزنقه ليه من الاول؟ وهو كان بايده يا حبه عيني. حد قال له يسيب الشغلانه اللي كان بياكل من وراها الشهد؟ مش سابها عشان يسافر يجرب حظه. وهو رجع اهو ايد ورا وايد قدام وخسر الجلد والسقر. خلاص يا حبيبتي، الحكايه هتروق وتحلى، وهيبقى مستوظف قد الدنيا في شركه قباه هتديله 150 جنيه في الشهر. ماليش دعوه. وعشان يستوظف لازم يكون معاه الشهاده. شهاده الاسانسيات. وعشان ياخد الشهاده لازم يدفع عربون لنصف فندل بس محضر. ايه يا اختي ده ما يدفع؟ تقلعين اللي انا بتنطط بيهم على مخاليق الله عشان ابويا ياخد الشهاده؟ يا بنت عشان يحضر اوراقه. ماليش دعوه. مد ايدك وصلتي غويشه يا عيش. مش ماده، غويشه واحده يا عيش. مش هيحصل كده. طب تعالي بقى. يا نيلو الحقني يا نيلو الحقني. ده غويشه يا بيومي، كنت بتشتغل فين قبل كده؟ انا كنت بشتغل عامل في شركة الغاز لابيه. طب تقدر تقول لي طلعت منها ليه؟ انا بيه ولاد الحلال غووني في السفر لا مؤاخذة، سبت الجمل بما حمل وسافرت. ورجعت بقى افاك يا امر عيش؟ طبعا افاك. حضرتك كنت معانا ولا لا؟ طبعا لا. اوراقك فين؟ اتفضل يا بيه. شات محول اميه؟ هي على الوش يا بيه، بص وطلع البريم وكمان. عال 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 عال. مبروك يا بيومي. الله يبارك فيك يا بيه، انا هستلم الشغل ومساعد سواق ومحصل كمان. ربنا يا عم. نعم، مساعد سواق ومحصل كمان. سواق؟ انا ما بعرفش في السواق يا بيه. يا ابني مش عربيه توزيع ازايز المرطبات بتطلع وعليها سواق؟ مظبوط يا بيه. مش فيه مساعد بيوزع الصناديق المليانه ويستلم الفاضيه من اصحاب المحلات؟ مساعد. ايوه فهمت بيه، يعني انا اللي هبيع واسلم واستلم يعني. برافو عليك. وفوق المهيه بقى انت وشطارتك. فوق المهيه ازاي يعني؟ لك عموله على التوزيع يا بيومي، يعني ليك نسبه. نسبه؟ ايه اللي بتقوله ده كمان؟ زغرات يا اللي بتش غرمانه.
النهارده يا بيومي؟ يعني يجي كده ب 2400 جنيه مره واحده؟ ده يعني اول يوم لا مؤاخذه، لكن صبرك صبرك يا ام عيشه. ودول هتاخد عليهم قد ايه بقى؟ دول يا ستي اخد عليه ليا فيهم هو السواق قال لي قد ايه مش ليا فيهم 240 ساخ. يا صلاة النبي احسن، ايه الطعامه اللي ما وردتش على حد دي؟ يلا بقى شوف لنا قرشين كده عشان نكملوا بقيه الشهر لحد ما اقبض. بس كده؟ ده انت تؤمر يا بيومي بتي عيشه. يا عيشه ايه تاني فلقتوني؟ مد ايدك يا بت. ايه؟ امد ايدي ليه تاني؟ اسليتي غويشة يا عيشة. تاني؟ دي غويشة واحدة يا عيشة، وبكرة ابوك يشتري لك بدلها يا حبيبي. ماليش دعوة. كده؟ طب امسك معايا يا بيومي. يلا تعالي. تعالي. الا قول لي يا بيومي يا اخويا. عمين استويلع اللي انت صحيح بتعرف تقرا وتكتب ولا انا نظري شيش بيش؟ الله الله الله، امال يعني معايا شهاده نحو الاميه ميداليا لا مؤاخذه يا اسطى. جرى ايه يعني؟ هم علموك صحيح؟ احسن علام وشرفك. امال مش باين عليك ليه؟ الله الله، بعدين في الفضايح دي بقى اصلي بشوفك ماسك النوتة والقلم وعمال تشخبط والسلام وكله عندك دايره. دايره دايره ازاي يعني؟ الخمسه دايره والسته دايره والثمانيه دايره، هما ما علموكش غير الدواير بس. يا بيومي بقول لك ايه بصراحه اسطى ولع، يعني انت مش غريب يعني. ايوه صارحني، واخوك ولع ستره غطى عليك برضو. وانت اخويا يعني طبعا، عشمين مع بعضينا يعني، وسر سرك وسرك سري. الضعيف انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب. الله الله، امال شهاده محو الاميه دي ايه؟ كده وكده يعني، بس يمين بالله يا شيخ ما تفضحني. عيب يا راجل عيب. الله، امال بتحاسب الزباين وبتعد الصناديق اللي طالعه والنازله ازاي؟ الله، هي دي المفهوميه بقى. ها كله هنا في مخي، وانا مخي عجبك قوي يا اسطى. يعني انت ميح لا قرايه ولا كتوبه؟ طب مش تقول كده بيومي عنك انت؟ هات النوتة والقلم وانا اكتب لك. محل اسطورك يا شيخ، انت تمليني وانا اكتب واجمع واطرح. اكتب يا اسطى ولع. سبع صناديق في 24 ازازه يبقوا كام؟ 24 في 7 24 في 7 7 في 4 4 في 7 ب 16. ايوه 6 ومعانا الواحد. ايوه 2 في 4 2 في 4 ب 3 ومعانا واحد يبقوا 4. حلو، عندك بقى 12 صندوق في 24. 12 في 24 24 في 12 12 في 4 ب 30. حلو، اتنين في اتناشر بستاشر. غيره حبيبي غيره. بص بقى اضربهم بقى في سعر الازازة واجمعهم وقول لي حسابهم كام على بعضيهم. ماشي بيومي، عناية طقر حبيبي عشان ما نغلطش. لا الله، هي كام يا ابا؟ تمانية في تمانية باتنين وتسعين، وتسعة في خمسة باربعة وستين. خمسة ومعنا الحداشر، حداشر في اتنين وتلاتين يبقوا ستة وتسعين. الله اكبر، ستة وتسعين. يبقى المجموعة سي دي المجموعة حبيبي. ايه ده يا بيومي؟ خطك حلو ليه كده؟ خط حلو، اصل انا باخد دروس يا بيبي. بتاخد دروس ولا حد بيكتب لك؟ الله الله الله، يا بي حد بيكتب لي؟ وابقى معايا شهاده نحو الاميه واسد بيها عين الشمس وحد يكتب لي يا بي؟ دي كل المبيعات بتاعت النهارده. ايوه بي. طيب عد الفلوس اللي معاك وورتهم، هات الكشف هنا والمرتجع دخله المخزن وخد وصل. لا انا بحبش حد يقف لي على باب البيت. بقول ايه انا صبرت عليك كتير يا اسطى بيومي، هفضل اصبر عليك لحد امتى؟ يا عم يوم السبت. الله، يوم السبت هنقبض، هقبض المهيه والعموله، وكل واحد ليه مجيب هياخده على القديمه. يا سيدي خليهم على الجديده،
بس تفعلي من اللي عليك. هيحصل اخويا هيحصل، وحتروق وحتحلى بعد ما كانت واحلى. صباح الخير يا بيه. اهلا 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 بالاستاذ بيومي بيه. الله يخليك يا بيه. بيومي بيه. لا جديده بيه. هي كده. ايه الزيطه اللي هنا دي لمؤاخذه دي؟ النهارده القبض بقى، وكل شهر وانت طيب. القبض؟ اه. عن اذنك بقى عشان الحق طابور. لا 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 لا، تعال 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 تعال. ايه يا بيه؟ انت هتقبض بس لما تقول لي فين. نعم. هو ايه اللي فينا بيه؟ اللي عليهم العين ولا فيش في جمالهم اتنين؟ اللي عليهم العين ولا فيش في فيلم ده بيه؟ لا ايه الحكايه؟ ما تخش في الموضوع. اخش في الموضوع. انت يا حبيبي مبدد تمن 35 صندوق مرطبات من الصنف الغالي بيومي، راحوا فين؟ ايه ولا بيقول تاني؟ مبدد بيه ايه؟ 35 صندوق مبدد تمن. مبدد يعني ايه؟ مبدد يعني ايه؟ مبدد يعني مضيع. انا افتكرت ورم عندي ولا حاجه. اسمه مبدد يعني مضيع. ال 35 صندوق بسرعه كده من غير ما حد يسمع قر واعترف، وانا اقسم لك برحمه بابا ما هبلغ النيابه. نيابة؟ اه. هي حصالة النيابة؟ وبعدين يا بيومي فرحني كمان وكمان يا جلاب الهنا. قول. بلغ ست النيابة وانكشف الملعوب وبقت قضية. ورفدوك طبعا. رفدوني بس؟ ده رفدوني وهيحكموني تهمة التزوير، عشان انا دبدبت حاجات، يعني ضيعت حاجات. ضيعت ايه؟ فتهم بقى تزوير في شهادات رسمية واختلاس وتدليس ومصيبات. وبعدين لازم لي في النهاية ابو كاتو. يا مصيبتي، وكل ده كان ليه يا بيومي؟ كان ليه؟ عشان امي، عشان امي. يا الله، ده عليه لي يما. وهنجيب محامي منين يا بيومي؟ نادي على البت عيشة تسلت غويشة. الحق وقتك، غدا حلقة جديدة. احمد عبد الفضيل، مجدي سليمان.